قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يقول هل يقاس على ذلك من خلص إنسان من معصية يكون فعله كعدل رقبة؟ إنما نقول إلا ما جاء في الحديث، لكن من خلص إنسانا من معصية فله أجر، في شك إن شاء الله إذا صلحت نيته، أما تحديد الأجر هذا توقيفي. نعم.